هذا المعرض هو جزء من سلسلة تدخلات عم يعملها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هي بتهدف لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة حمص. قدمنا عدة مساعدات، شبكات الري والأدوات والتدريب اللي خاصين بصناعة العلف، وكمان قدمنا منح لدعم الصناعات الغذائية بالمناطق الريفية. الهدف منه هو انه نعرض هاي المنتجات كلياتها ويكون في وجود اكثر لهي المنتجات بالسوق المحلي مراكز البيع. لبينا دعوة منظمة اليو ان تي بي للمشاركة بمعرض المنتجات الريفية كتمثيل لكل مناطق حمص اللي هي عنا موجودة بسوق المنتجات، للتعريف بمنتجات المزارعين المنتجين اللي عم يشتغلوها بإيديهم وعندهم فرصة المشاركة الدائمة عنا بالسوق بأحسن صورة. فيدي من قبل المنظمة ساعدونا بنعمل مشروع لنا لحالنا ببيوتنا. منتجاتنا هي كل شيء بخص المنتجات اللوز والعنب. سجلنا أجبان وألبان، وأنا طلبت بدي طاحونة كشك، ساعدتني بزيادة الدخل للبيت الحمد لله. إنه تقريب الشهر منجهز وبلشنا بالمشروع والحمد لله وقدمت لنا كل الدعم.